مساء الخير على حضراتكم، اهلا بكم معانا. يوم جديد ومتابعه جديده لاخر الاخبار في الحياه اليوم. بدايه متابعتنا الاخباريه مع حضراتكم النهارده هتكون من ملف سد النهضه ومتابعه طبعا التحركات والجهود على المستوى السياسي وعلى المستوى الدبلوماسي اللي بتقوم بيه الدوله المصريه. كنا بنتابع مع حضراتكم واتكلمنا امبارح عن زياره وزير الخارجيه السيد سامح شكري لبروكسل، والنهارده بالفعل وزير الخارجيه التقى برئيس المجلس الاوروبي شارل ميشيل وسلموا رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس المجلس. تم تناول العلاقات الثنائية والموضوعات الإقليمية في مقدمتها طبعا ملف سد النهضة، كمان تم التطرق للوضع في ليبيا وعملية السلام. كمان وزير الخارجية التقى بعدد من وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي وتم التباحث بخصوص العلاقات الثنائية ما بين الجانبين وتبادل الرؤى بخصوص عدد من الملفات الإقليمية والقضايا محل الاهتمام. واللقاء كان بيأكد على الطابع الاستراتيجي للعلاقات الوثيقة اللي بتجمع مصر بالاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأوروبي اللي بيعتبر الشريك الأول لمصر على المستوى التجاري والاستثماري. كمان تم التأكيد على أهمية العمل على أن احنا ننسق بشكل أكبر مواقفنا مع الاتحاد الأوروبي تجاه القضايا الإقليمية. كمان على المستوى الاقتصادي تم الاتفاق على زيادة التبادل التجاري وجذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية لمصر. وزير الخارجية بقى، وهنا نتكلم على ملف سد النهضة، اتكلم وعرض نتائج جلسة مجلس الأمن الأخيرة وأعرب عن تقدير الدولة المصرية للبيان اللي سبق وأصدره الاتحاد الأوروبي، البيان المهم والقوي واللي تم فيه انتقاد إثيوبيا إنها تعلم الملء الثاني للسد بدون التوصل لاتفاق مع دولتي المصب. وكان البيان كمان بيأكد من قبل الاتحاد الأوروبي اللي بيطالب بأهمية وضع خارطة الطريق للتوصل لاتفاق عادل وملزم في إطار زمني محدد. ده كان بيان الاتحاد الأوروبي واللي الدولة المصرية وعلى لسان وزير الخارجية النهاردة تم الإعراب عن التقدير يعني الاهتمام الكبير بهذا البيان. وتم التأكيد كمان على الدور المهم والمحوري اللي بتقوم به مصر على كافة الأصعدة في محيطها لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي. في كمان واحنا كنا بنتكلم على الاتحاد الاوروبي، لكن على مستوى بقى الموقف الامريكي، في تصريحات مهمه الحقيقه من سفير الولايات المتحده الامريكيه بالقاهره. كان في مقابله لي مع واحده من الجرائد ايجيبت ديلي نيوز الناطقه باللغه الانجليزيه، ومن خلال هذا اللقاء او هذا الحوار السفير الامريكي بالقاهره اكد على عمق العلاقات الاستراتيجيه مع الجانب المصري، واتكلم كمان على الخلاف المصري والسوداني مع إثيوبيا حوالين السد، ويمكن هو وصفه بهذه الطريقة، وقال إن الولايات المتحدة الأمريكية تدرك جيدا مدى أهمية الأمن المائي لمصر، وقال وأكد على الدعم للمواقف المصرية في هذا الملف. وقال كمان إن وزير الخارجية الأمريكي عين مبعوث خاص للولايات المتحدة الأمريكية لمنطقة القرن الإفريقي، وهذا المبعوث هيكون على رأس مهامه إنه يعمل على حل الخلاف حوالين السد الإثيوبي وقيادة أو ترجمة ما تقوم به الإدارة الأمريكية من جهد في هذا الملف. على كل الأحوال قراءة لهذه تطورات معانا على تليفون سيادة العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. مساء الخير يا سيادة العميد، أهلا وسهلا بحضرتك. الخير يا فندم، أهلا وسهلا، تحياتي لحضرتك يا أستاذة لبنى. كتر خيرك يا فندم، أهلا وسهلا. يعني سيادة العميد، لما كنا بنتابع جلسة مجلس الأمن وشفنا طبعا كلمات الدول الأعضاء، لفت انتباهنا الموقف الأوروبي بشكل عام، وتأكيدا على البيان الأوروبي اللي صدر بعد الملء الثاني لسد النهضة. شايف إزاي أهمية الزيارة اللي بيقوم بها وزير الخارجية ورسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي للاتحاد الأوروبي؟ أنا بشوفه الحقيقة يعني تحرك دبلوماسي مصري بغاية الذكاء، هو استكمال الحقيقة للخطة الاستراتيجية اللي مصر وضعها وبتنفذها بطريقة الخطوة تلو الأخرى. إحنا كنا فعلا عندنا مجموعة لقاءات الحقيقة مهمة جدا جرت قبل جلسة مجلس الأمن، وعندنا شكل من أشكال الحشد لوجهة النظر المصرية والسودانية في مقابل الرواية الإثيوبية اللي هي الأخرى بتبذل نفس الجهود، بتحاول تجمع أكبر قدر من الأصوات في مقابل التحركات المصرية. أعتقد أن احنا باللقاءات اللي جرت اليوم وبالأمس
من وزير الخارجيه المصري اللي طار مباشره من نيويورك الى الاتحاد الاوروبي لاجراء هذه المقابلات، وحضرتك اشرتي الى مجموعه من العناوين الحقيقه في غايه الاهميه، ورساله الرئيس عبد الفتاح السيسي للاتحاد انا بشوف ان هي بتعزز جدا الجهود اللي بيقوم بيها وزير الخارجيه المصري. اعتقد ان احنا محققين نجاح على مستوى الساحه الاوروبيه، تصريحات ايجابيه واقرب الى وجهه النظر المصريه. الحديث عن جدول زمني ده من صلب ما كنا نتحدث عنه واحنا مع حضرتك، السقف الزمني الخاص بالمفاوضات ده من اهم المطالب المصريه في مواجهه المناورات والتسويف الاثيوبي المتكرر خلال جولات التفاوض السابقه. فاحنا قدام تحقيق نقطه مهمه جدا. الجانب الاخر الادراك اللي وجده الحقيقه الوزير سامح شكري من اكثر من طرف اوروبي داخل الاتحاد على اهميه هذه القضيه بالنسبه لمصر، وانها قضيه فعلا محوريه، وان هذا الامر يثير قلق مصر رسميه والراي العام المصري ايضا. احنا هنا لا، احنا قصاد الحقيقه مجموعه من الحصاد، يعني حصاد مهم، حصاد يخدم التحركات الدبلوماسيه. ما ننساش ان الامر لازال بيبحث في مجلس الامن. كنا محتاجين هذا الدعم بشكل مهم جدا، وعشان كده قلت ان احنا الخطوه هي استكمال لمجموعه خطوات داخل خطه شامله بتتحرك فيها الخارجيه والدبلوماسيه المصريه بتتحرك فيها، وهي عارفه تقدر تحقق نقاط مكسب ازاي. الدول دي موجوده وممثله داخل مجلس الامن، فاحنا محتاجينها بشكل كبير، والامر فعلا هيحسم بالنقاط. واذا استطعنا ان احنا ننتزع قرار او بيان او مشروع قرار يتم تبني اجزاء مهمه منه على سبيل المثال من قبل مجلس الامن، لن تتحقق الا مع مثل هذه الجهود اللي احنا فيها بنحقق نجاحات، وبنضع مواقف الدول في الاتجاه اللي من الممكن ان احنا نشتغل عليه ونحقق منه مكاسب، وده ظهر خلال اللقاءات الحقيقه اللي قام بيها وزير الخارجيه المصري فيما يتعلق بالقضايا ذات الاهتمام، ومساله استعاده واستحضار القضايا المشتركه. حضرتك اشرتي لده في الاول، بتقولي ان الاتحاد الاوروبي هو اهم واكبر شريك تجاري واستثماري لمصر، ودي نقطه اعتقد الجانب الاوروبي بيفهمها بشكل جيد. استقرار مصر مهم جدا بالنسبه لاستقرار مثل هذه العلاقه، ومراهنه الاتحاد الاوروبي على مصر في اكثر من قضيه، بعضها امني وبعضها عسكري، بعضها منها ملف الهجره غير الشرعيه واللي كان بيؤرق الاتحاد الاوروبي بشكل كبير، ونجاح الدوله المصريه في ده. بالظبط كده يا فندم، يعني في شراكات في مجموعه من الملفات المهمه جدا، وهكذا تدار العلاقات الدوليه. النهارده الخارجيه المصريه رايحه تستنهض ملفات العمل المشترك وقضايا العمل المشترك اللي بتضمنا بيننا وبين الاتحاد. من المهم ان هم يحافظوا على درجه استقرار في مصر للحفاظ على هذه الآلية من العمل المشترك. من المهم ان هم يكونوا موجودين بجانب مصر في القضايا اللي تمثل ليها اكثر نوع من انواع الاهميه، وده عبر عنه زي ما اشرنا تصريحات مهمه الحقيقه خرجت من اكثر من طرف، وخرجت من الاتحاد نفسه. صحيح. يعني بيان الاتحاد بيعطي قوه، لانه الحقيقه كتله من الدول مهمه ومؤثره جدا جدا، والبعض منها ليه علاقات مع اثيوبيا، فمساله ضبط هذه البوصله في الوجهه المصريه اعتقد ده مهم، وده شيء يعني ايجابي جدا في وسط اللي احنا بنشتغل عليه في هذه الايام. طيب سياده العميد، الموقف الامريكي، شفنا كلمة الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن، والحقيقة يعني هي طبعا بتتكلم دايما أنها متفهمة خطر الموضوع ده على مصر وعلى الأمن المائي وعلى شعب مصر والسودان، لكن في نفس الوقت ما فيش موقف حاسم تجاه الجانب الإثيوبي. التصريحات الأخيرة اللي احنا قدامها النهاردة من قبل سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، إزاي تقراها في ضوء الموقف الأمريكي اللي تم التعبير عنه؟
انا بشوف ان الموقف الامريكي الحقيقه هو اكثر ايجابيه، وربما الاداره الحاليه يعني اداره بعيده شويه عن البروباغندا الاعلاميه، فما هياش صاخبه في تصريحاتها، هي فيها قدر من التوازن وفيها قدر من التحفظ. النهارده كلام السفير الامريكي بالقاهره مهم جدا وايجابي جدا بالمناسبه، واشارته لتعيين الممثل الامريكي للقرن الافريقي، حقيقه هذه الشخصيه الدبلوماسيه شخصيه خبيره وليها ادراك كويس جدا بس ما قدرش يعمل حاجه. الامور محتاجه وقت يا استاذه لبنى، بنتكلم بشكل واقعي وبنتكلم بشكل شفاف. الامر الامريكي بيتعامل مع اثيوبيا، ما ننساش ان احنا في اللحظه الراهنه الولايات المتحده الامريكيه فرض عقوبات لازالت على اثيوبيا بالمناسبه، يعني هناك عقوبات، حزمه من العقوبات ربما لم ترغب الولايات المتحده الامريكيه ان تسميها انها عقوبات تخص سد النهضه، لكن في ظلالها في الخلفيه منها لها علاقه بان اثيوبيا لازالت مصدر للتوتر ومصدر للإشكاليات في المنطقة، وده عبر عنه حديث السفير الأمريكي وأيضا بعض من تصريحات المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي. بس في نفس الوقت كمان عندنا صراع أو خوف من التواجد الروسي الصيني في أثيوبيا، فإزاي برضو النقطة دي ومن باب برضو المصالح الخاصة بالدول يتم التركيز عليها أو استثمارها؟ يعني هو ده اللي بيخليني اقول لحضرتك ان الولايات المتحده الامريكيه بتتصرف وهي شايفه مفردات المشهد ده اللي حضرتك بتشيري ليه، والتنافس الدولي حتى اللي بيتم خلف الستار واللي غير معلن على الاقل في اروقه مجلس الامن وغيره، هي بتتصرف بهدوء ولا تريد ان تعلن، ده انا هنا بتكلم على الولايات المتحده، لا تريد ان تعلن انحيازها الواضح، لكن هي شايفه كويس قوي ان الصين وان روسيا بيحاولوا ان هم يعملوا كتله ويعملوا جبهه مضاده، ولذلك هي الاخرى بتعمل شغل، هي وجهت كلام واحاديث وتصريحات مهمه جدا وجماعها الحقيقه في صالح الموقف المصري وفي صالح الدوله المصريه، لكن موقفها هنحتاج لوقت علشان نشوف اثار مثل هذه التحركات الامريكيه. هي مسانده لمصر، مفيش شك في ده، وعايزه تبدو ان هي في مساحه متوازنه، ما ننساش انها بذلت جهد في هذه القضيه خلال فبراير 2020 بما سمي باتفاق واشنطن، وكانت حاضره ورعت وانفقت على هذه المفاوضات من وقتها ومن جهدها ومن حاجات كتير جدا علشان تكون قادرة انها توصل بالثلاث دول لاتفاقية ملزمة، وكانت متبنية مسألة الوصول لاتفاق ملزم. وهنا نرجع تاني انه ده من قلب المطالب المصرية، السقف الزمني اللي اتكلمنا عليه مع الاتحاد الاوروبي وهنا مع الجانب الامريكي، لا هم منحازين جدا ان يكون في اتفاقية ملزمة لادارة وتشغيل السد و تنظيم عمليات الملء وغيره، وكثير من الاصوات الامريكيه بتصف الملء الثاني باعتباره تصرف احادي مرفوض معرقل لجهود التسويه ولجهود الوصول الى توافق من الدول الثلاث. فاحنا بنشتغل في معركه حقيقيه، او الدوله المصريه بتشتغل في معركه حقيقيه بكل مستوياتها، شفنا من اول مستوى القياده السياسيه والتحركات الرئاسيه والدعم الرئاسي للملف وللشغل اللي على الملف ده، والأجهزة والمؤسسات الأخرى لكل منهم دوره وبيشتغل، وإحنا شايفين الحقيقة المخرجات وشايفين الإشارات اللي بتطلع خلال الأيام دي، لكن الأمر يحتاج إلى قدر من الصبر. مفيش معركة من هذا النوع بتفوز فيها أحد الأطراف بالضربة القاضية، لا دائما ما بيكون الفوز بالنقاط، بتجميع نقاط، واحنا شغالين في جمع هذه النقاط اللي يحتاج الى فتره، لكن طالما انها
في الاتجاه الإيجابي ده يدينا قدر من الاطمئنان إن شاء الله. طيب بما إن إحنا ذكرنا برضو الموقف الروسي، وحضرتك كنت معايا من يومين وكنا بنتكلم على الموقف المصري السوداني ولازم نكون جبهة واحدة والتنسيق على أعلى مستوى ونتكلم بصوت واحد، فمن باب كسب المزيد من النقاط وموقف موحد أمام المجتمع الدولي. واضح إن التنسيق على أعلى مستوى سيادة العميد، وقرايتك كمان لزيارة وزيرة الخارجية السودانية لروسيا والتصريحات اللي خرجت بعد الزيارة دي برضو. أنا بشوفها في السياق اللي احنا بنتحدث فيه أستاذة لبنى الآن. ما احناش هندير ظهرنا لروسيا على الإطلاق، حتى لو كان موقفها لم نرتاح ليه أو علينا عليه مؤاخذات. الموقف ده من الممكن إن احنا نراجعها فيه وإن احنا نعدل من هذا الموقف. روسيا تمتلك حق الفيتو في مجلس الأمن، يعني من الممكن انها تعطل اي قرار تعطيل بالظبط كده، ودوله ليها وزنها. علشان احنا بنتكلم بهذا القدر، مفيش في السياسه خناقات ومفيش احكام حديه. في ان انا غير مرتاح وغير موافق على الموقف الروسي اشتغل عليه، وقد يكون من اهم ما جرى في زياره وزيره الخارجيه السودانيه انها ذهبت الى روسيا لتفكيك هذا الموقف، لضبط البوصلة الروسية، ولو حتى نجحنا جزئيا ان احنا نغير الموقف الروسي ونضع المصالح ما بينها وما بين كل من مصر والسودان امامها على المائدة وعلى طاولة المباحثات اللي بيننا، ده هيكون ساعتها امر يصب في صالحنا وفي صالح وجهة نظرنا. هو ده اللي مخليني بقول الناس بتتحرك في كل الاتجاهات. أيوه. الأمر ده منسق مع الجانب المصري بالتأكيد بنسبة 100%. الوزيرة مريم المهدي بتعمل شغل ممتاز الحقيقة في الفترة الماضية، في قدر من التكامل مميز جدا ما بين التحركات السودانية والتحركات المصرية، وإحنا بنشتغل من أجل تهيئة أفضل المناخات لتحقيق المطالب المصرية والسودانية، وهي مطالب عادلة حتى اللحظة. بالتأكيد. بنؤكد على هذا بالتأكيد. المعنى. شكرا جزيلا سيادة العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. طيب نروح بقى لأخبارنا المحلية واجتماعات السيد الرئيس النهاردة وعدد من القضايا أو المواضيع اللي كانت محل نقاش أثناء هذه الاجتماعات، من بينها يمكن ملف مهم قوي قطاع الأعمال العام اللي كان فيه ما سبق ثروة حقيقية للدولة المصرية، وتم إهمال هذا القطاع وخسائر وبيع وعدم استثمار للأصول. إزاي بقى تشتغل مرة تانية إن يكون هذا القطاع قوة ضاربة في اقتصادك؟ عشان كده النهاردة الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماعه مع رئيس الوزراء ومع السيد هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام، وكمان دكتور عاصم الجزار وزير الاسكان، وسياده اللواء امير سيد احمد مستشار رئيس الجمهوريه للتخطيط العمراني. الاجتماع كان علشان يحصل تعاون بشكل كبير ما بين وزاره قطاع الاعمال العام ووزاره الاسكان، علشان الاصول والاراضي التابعه لبعض شركات قطاع الاعمال العام واللي كانت يعني اصلا ما كانش لها حصر وما كناش نبقى عارفين اهميه هذه الثروه واهميه استغلالها بشكل يعني مخطط ومدروس علشان يعود بالنفع على هذا القطاع. فعشان كده الرئيس اتكلم النهارده على استغلال الاصول التابعه لهذا القطاع وفقا لمبدا حوكمه وحسن اداره اصول الدوله وصون المال العام، خاصه وكان التركيز هنا على مساحات الاراضي الشاسعه اللي تابعه للقطاع ده، وانه هيحصل تنسيق ما بين وزاره قطاع الاعمال العام مع وزاره الإسكان في الملف ده. فالرئيس تم العرض عليه الجهود المبذولة لحصر، بقول لحضراتكم ما كانش فيه عندنا حصر، يعني ما كناش عارفين ايه طبيعة الثروات او الاراضي او المباني او الحاجات التابعة لقطاع الاعمال العام، فبالتالي انت ما عندكش حصر هتستغلها ازاي وتشتغل عليها. فعشان كده اللي بيحصل النهاردة واللي تم عرضه على السيد الرئيس الجهود اللي شغالين عليها علشان يحصروا الاصول الغير مستغلة والاجراءات كمان والمخطط تنفيذها من اجل تعظيم الاستفادة منها، ده في اطار الاستراتيجية السابقة للدولة بتحقيق أقصى عائد اقتصادي واستثماري للموارد والأراضي والمنشآت اللي منتشرة على مستوى الجمهورية. اجتماع تاني للرئيس النهاردة كان مع سيادة اللواء
كامل وفاتي مدير إدارة الوفائي مدير إدارة المركبات بالقوات المسلحة، وسيادة اللواء أركان حرب محمد عبد الفتاح مساعد مدير الإدارة، والمهندس كريم غبور رئيس مجلس إدارة شركة MCV. والاجتماع كان بيتناول استعراض جهود الدولة في تطوير مركبات النقل العام والنقل الثقيل بمختلف أنواعها، وأنه يتم الاعتماد، وده طبعا توجه وعنوان مهم ماشي عليه الدولة دلوقتي، مصادر الطاقة البديلة، الغاز الطبيعي والكهرباء. شفنا طبعا تحويل العربيات سواء الملاكي أو الأجرة إنها تمشي بالغاز الطبيعي، استثمار طبعا أو توفير للوقود وللنفقات، وكمان بعد بيئي وطاقه نظيفه. عشان كده النهارده تم يعني التركيز على المساله دي، وانه هيحصل تنسيق ما بين الحكومه وشركات القطاع الخاص اللي ليها خبره متميزه في المجال ده، علشان يحصل التوسع في استخدام وسائل النقل العام اللي بتعتمد على الغاز الطبيعي كوقود بديل. تفاصيل الاجتماعين في التقرير اللي جاي. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة التعاون بين وزارتي قطاع الأعمال العام والإسكان بشأن الاستغلال الأمثل للأصول والأراضي التابعة لبعض شركات القطاع العام على مستوى الجمهورية. وقد وجه السيد الرئيس بمواصلة تطوير استغلال الأصول التابعة لقطاع الأعمال العام وفق مبدأ حوكمة وحسن إدارة أصول الدولة وصون المال العام، خاصة ما يتعلق بمساحات الأراضي، وذلك بالتنسيق بين وزارتي قطاع الأعمال العام والإسكان. وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على جهود حصر مجمل الأصول غير المستغلة بقطاع الأعمال العام والإجراءات المخطط تنفيذها من أجل تعظيم الاستفادة منها، وذلك في إطار الاستراتيجية الثابتة للدولة بتحقيق أقصى عائد اقتصادي واستثماري ممكن من ما تملكه من موارد وأراضي ومنشآت منتشرة على مستوى المحافظات. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء كامل وفائي مدير إدارة المركبات بالقوات المسلحة، واللواء أركان حرب محمد عبد الفتاح مساعد مدير إدارة المركبات للتسليح، والمهندس كريم غبور رئيس مجلس إدارة شركة MCV، والمهندس سامح نبيل مدير إدارة التصدير بشركة MCV. الاجتماع تناول استعراض جهود الدولة في تطوير مركبات النقل العام والنقل الثقيل بمختلف أنواعها بالاعتماد على مصادر الطاقة البديلة، خاصة الغاز الطبيعي والكهرباء. وقد وجه السيد الرئيس بتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص ذات الخبرة المتميزة في هذا الإطار للتوسع في استخدام وسائل النقل التي تعتمد على الغاز الطبيعي كوقود بديل، خاصة ما يتعلق بالحافلات والشاحنات، وذلك بالنظر إلى المردود الاقتصادي والبيئي لتلك المركبات، وكذلك لمواكبة التطور المتنامي عالميا في الاعتماد على الوقود النظيف، فضلا عن الاستمرار في تطوير البنية التحتية ذات الصلة من محطات الشحن والصيانة. كما وجه السيد الرئيس كذلك بالتوسع في جهود إنتاج أتوبيسات النقل العام والمركبات التي تعمل بطاقة الكهرباء، وذلك بالتعاون بين وزارة الإنتاج الحربي والقطاع الخاص، مع الالتزام بمبدأ التوطين المحلي لصناعة مستلزمات الإنتاج كهدف أساسي ووفقا لاشتراطات الجودة وأعلى المعايير العالمية. وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض التعاون بين الدولة بقطاعاتها المتخصصة مع القطاع الخاص، ومنها شركة MCV، وذلك لتصنيع وإنتاج شاحنات النقل الثقيل التي تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء، وذلك على نحو يلائم متطلبات السوق المحلي، مع انتقاء أفضل ما توصلت إليه الشركات العالمية من المواصفات الفنية ذات الصلة، بما في ذلك الصيانة والإصلاح وعوامل الأمان.
كما تناول الاجتماع متابعة جهود الدولة لتحفيز توطين صناعة وسائل النقل والصناعات المغذية لها محلياً، بهدف الوصول لأكبر قدر ممكن من نسب التصنيع والإنتاج المحلي للسيارات ومركبات النقل الجماعي، خاصة التي تعمل بالكهرباء، وذلك لمواكبة الآفاق المستقبلية لتلك الصناعة الآخذة في النمو على مستوى العالم. طيب نشوف بقى ونتابع يوميات الثانوية العامة. الامتحان اليوم الثالث النهاردة كان للغة الأجنبية الثانية اللي هي اللغة الفرنسية يعني عموما، والنهاردة أو الألماني، بس هي معظم دايما بيقول لغة تانية اللي هي الإيه الفرنسية، بس بغض النظر امتحن فيها الشعبة العلمية والشعبة الأدبية اللغة الأجنبية التانية، بالإضافة كمان لطلبة الثانوية العامة من المكفوفين أدوا امتحانات اللغة العربية بإجمالي 255 طالب وطالبة. وطبعا كما هي العاده ولسه قصه الغش للاسف مستمره، صحيح الحالات اقل بكتير عما كان، لكن الاجراءات واللي بيقول وزير التربيه والتعليم واعلان الوقائع والحرمان من الامتحان ومجازات المراقبين، ان شاء الله كل ده يضيق نطاق حالات الغش بشكل كبير. اللي حصل النهارده بالنسبه لحالات الغش، غرفه عمليات المركزيه تبع وزاره التربيه والتعليم رصدت حالتين غش عن طريق برضو الولاد عباقرة، يعني تهكير جهاز التابلت. احنا فين التابلت ده اللي هو برضو احنا فيه البابل شيت وفيه انك بتكتب الاجابات برضو على التابلت، فمش عارفة هم عملوا ايه وهكروا جهاز التابلت زي ما بتقال كده في الخبر، ونشروا الامتحان وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية. على كل الاحوال خلونا نتابع كده في التقرير اللي جاي عن امتحان النهاردة ورأي الطلبة والطالبات فيه. في اليوم الثالث من امتحانات الدور الأول من شهادة الثانوية العامة أدى طلاب الشعبة العلمية امتحان اللغة الأجنبية الثانية وسط تشديدات أمنية مكثفة وإجراءات احترازية ووقائية للحفاظ على صحة الطلاب. بالنسبة للإجراءات الاحترازية التأمين، الحاجات دي كلها حاجات معلاش غبار، الناس كلها قايمة بمجهودات كويسة جدا، في تباعد وكل وقت كل طالب معاه مطهر ولابس كمامة والدنيا كويسة جدا، الأمن مستتب والشرطة قايمة بواجبها هي والأمن، بنتي جوه وأنا كنت مطمنة عليها جدا، ما فيش اي مشكله. ووفق نظام التقييم الجديد يجيب الطلاب على جميع الاسئله بنظام الاختيار من متعدد MCQ على بابل شيت، والذي سيتم تصحيحه بشكل الكتروني. امتحان الفرنش سهل قوي الحمد لله، كلنا حلينا وكلنا مبسوطين. كنت بامتحن ايطالي، الاسئله كانت حلوه بس فيها شويه تركات. الحمد لله الامتحان كان كويس، يعني اسهل من توقعاتنا بكتير. موضوع MCQ بيقلل لك الاحتمالات اللي في دماغك، فدي حاجه كويسه، بس الاسئله بتبقى صعبه قوي. نظام MCQ مش عاجبني خالص، لان انا واحده بقالي فوق العشر سنين يعني ماشي على نظام معين، لو المقالي والكتابة، فهو ما جيليش في آخر ثلاث سنين واللي هو تحديد مصير ويعملي MCQ، والMCQ الغلطة في فورة. الMCQ كويس وكل حاجة، بس هي الفكرة ان البابل شيت لوحده أصلا محتاج وقت على ما انت تقعدي تظللي وتعملي. هو الامتحان النهاردة الحمد لله يعني كان كويس، ما عدا كم سؤال بسيطين كده، هو ينفع يتقفل بس كم سؤال بسيطين كده هم اللي ممكن يوقعوا يعني. ومن المقرر أن يستمر ماراثون الامتحانات حتى 2 أغسطس المقبل للشعبتين الأدبية والعلمية وفقا للجدول الزمني المعلن. هبة الحديدي، الحياة اليوم. عقدت مؤتمرها العلمي الدولي 26 تحت عنوان الإعلام الرقمي والإعلام التقليدي، مسارات للتكامل والمنافسة، وتحت رعاية وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس جامعة القاهرة، بمشاركة عدد كبير من الباحثين المصريين والعرب وعدد من أساتذة وخبراء الإعلام المصريين والأجانب ورؤساء تحرير المواقع الإلكترونية. الإعلام الرقمي أصبح واقع وفرض نفسه وفرض وجوده وليه إيجابيات كثيرة جدا. طبعا هو اللي بيتحدث عن التطورات المتلاحقة، وهو انعكاس للتطورات اللي حصلت في مجال صناعة الإعلام وتكنولوجيا الاتصال. مواثيق الشرف كثيرة وموجودة، بس إزاي أقدر يعني أفرق ما بين الواقع الحقيقي وبين ما نتمناه؟ هل هي القضية قضية مجرد بنود ومواثيق بنمضي عليها؟ أنا وشخصيا لدي 35 سنة في هذه المهنة، شاهدت وقرأت ونقشت عشرات المرات وعشرات المواثيق،
لكن للأسف الشديد الحال في المهنة لم يتغير، فبالتالي علينا أن يعني تكون الأمور أكثر وضوحا أكثر تحديدا. وضمن فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر كلية الإعلام بجامعة القاهرة العلمي الدولي 26، تم مناقشة عدد من القضايا في صناعة الإعلام من خلال العديد من الدراسات العلمية والحلقات النقاشية اللي بتبحث في تقنيات الإعلام الرقمي والتأثيرات المتبادلة بينها وبين وسائط الإعلام التقليدي. احنا كنا في جلسة مهمة جدا على ميثاق شرف بحيث الصحفيين في الصحافة الرقمية يلتزموا بيه، لأنه طول الوقت مفروض يبقى فيه إطار مش بنقول إطار أخلاقي يعني، ولكن هو إطار قانوني وإطار مهني بيتحرك فيه الصحفيين، بيراعوا خصوصية المجتمع اللي بيشتغلوا فيه، بيراعوا أنه وظيفة الإعلام أن هي تاخد المجتمع للأمام. الصحافة الإلكترونية الآن تشمل كل مناحي وسائل الإعلام، من بث مباشر لتلفزيون لراديو لصحافة مكتوبة، كل شيء هتلاقيه موجود على منصة أو منصات الإعلام الرقمي. فكرة الميثاق أي من أنت تجيب قواعد أخلاقية مرتبطة بالواقع تقدر تشتغل عليها، هي مسودة مش مشروع نهائي، بمعنى ان كل زملاء المشاركين يقدروا يحطوا افكارهم اقتراحاتهم، وحصل كتير جدا من الافكار والاقتراحات، ثم بعد كده تبدأ تشتغل على آلية التنفيذ اللي بتبدأ دايما بفكرة التدريب، بتبدأ بالستايل بوك، دورة العمل، كتاب الاسلوب، كل القواعد المنظمة دي نقدر بتشديد عليها بتدريب عليها نضمن ان احنا يكون عندنا اخطاء اقل. المؤتمر والجلسات استمرت على مدار يومين من أجل فتح نقاشات وأبحاث حول الإعلام الرقمي والتشريعات الإعلامية المختلفة الخاصة بالإعلام الرقمي وتكامله مع الإعلام التقليدي. عمرو عبد الحميد، الحياة اليوم. برحب بحضراتكم معنا مرة تانية. نرجع لأخبارنا، وبالتأكيد موضوع كورونا يعني محل الاهتمام مش بس بلدنا لكن العالم كله. ازاي تقدر توفر اللقاحات اللي بيبقى فيه تنافس وصراع عليها، ازاي ما تكونش تحت رحمة الشركات العالمية، وده الشغل اللي عملته مصر في انتاج اللقاحات محلية. لكن كمان في تطور مهم، واحنا بنتكلم على التوسع وعلى تصدير وعلى انك تكون موجود في محيطك وفي القارة الافريقية. عشان كده النهاردة تم اعلان من قبل الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان موافقة مصر للانضمام على الاتفاقية AMA لإنشاء وكالة الدواء الإفريقية لتوطين التصنيع المحلي للأدوية واللقاحات بدول القارة. ويمكن مبعوث الاتحاد الإفريقي الخاص بهذه الوكالة AMA أعلن وأشاد بدور مصر المحوري كأكبر دول القارة في تصنيع الأدوية واللقاحات. وزيرة الصحة كمان قالت أن مصر هتكون صرح كبير يخدم الشعوب الإفريقية في مجال توفير الأدوية، وأكدت على دعم القيادة السياسية في مصر لإنشاء وكالة الدواء الإفريقية. جزء من تصريحات وزيرة الصحة النهاردة بعد التوقيع على إنشاء الاتفاقية دي أو إنشاء هذه الوكالة في القارة الإفريقية، نتابع ده مع حضراتكم. النهاردة مصر بتعلن موافقتها على الانضمام ليه أو على العمل مع الأمة أو الوكالة الأفريقية للأدوية، وإن شاء الله إحنا بنسعى كمان إن إحنا نحاول إن يكون مقر هذه الوكالة في القاهرة بإذن الله. أهمية الوكالة الأفريقية للأدوية أو المنظمة الأفريقية للأدوية إنها بتوحد القوانين والتشريعات الخاصة بتداول الأدوية وتسجيلها وتسعيرها وتمكين الحكومات من والقطاع الصحي في الدول من التصنيع والاستثمار في الأدوية، وده طبعا بعد مرور العالم بجائحة الكورونا، وقد كده اكتشفت الدول وبالذات الدول الأفريقية أهمية أنها تكون عندها قدراتها التصنيعية والتشريعية لتبادل الأدوية واللقاحات. فهنا جه دور الأمة. الحقيقة احنا مرحبين جدا بانضمام مصر لهذه الاتفاقية. مصر هتشتغل من خلال الأمة على انها تكون صرح كبير جدا يخدم الشعوب الأفريقية. الإرادة السياسية في مصر بتدعم والقيادة السياسية بتدعم هذه المنظمة، وإن شاء الله على القريب في القمة الأفريقية القادمة يتم إقرار هذه الوكالة من القادة الأفارقة بإذن الله.
أخبار مبشرة بالخير لما بنتكلم على مرض ضمور العضلات والمبادرة الخاصة بالرئيس عبد الفتاح السيسي لعلاج الأطفال اللي بيصابوا لا قدر الله بهذا المرض على نفقة الدولة. ويمكن اتكلمنا وتابعنا في الملف ده انه يعني طبعا مرض صعب جدا، الشفاء منه يكاد يكون فيما مضى يعني من الحاجات المستحيلة، خاصة كمان انه ما كانش فيه دواء، وبعد لما الدواء بقى موجود والحقن دي بتكلف ملايين الدولارات مش الجنيهات كمان. لكن تنفيذا بقى لهذه المبادرة على الأرض بسرعة، النهاردة بنتكلم نتكلم على علاج أو تم حقن الطفل الثاني المصاب بمرض ضمور العضلات الشوكي، هو آسر كريم الدين عمره سنة وعشر شهور. النهاردة الصبح اتعمل لي الحقن بالدواء زي ما بقول لكم الأعلى سعرا في العالم اللي قيمته حوالي 2 مليون دولار و125 ألف دولار. يعني طبعا فيش حاجة تغلى على أولادنا بكل تأكيد، لكن تكلفة كبيرة قوي قوي، وما فيش دولة في العالم بتقدر أنها تتصدى للمسألة دي. فإن الدولة المصرية ومبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي الحقيقة كان لها مردود إيجابي جدا جدا وريحت قلوب الأبهات والأمهات اللي عندهم أطفال مصابين بهذا المرض. احنا بنتكلم دي الحالة التانية أو الطفل التاني اللي تم حقنه بالدواء. في الحالة الأولى كانت لريان، وبرده كان الكلام ده في مستشفى عين شمس التخصصي. نطمن ونشوف الوضع ونشوف ايه اللي حصل لاولادنا. معانا على التليفون دكتور هاني عارف رئيس قسم المخ والاعصاب بجامعه عين شمس. مساء الخير يا دكتور هاني. نور يا فندم، اهلا وسهلا بحضرتك. يعني محتاجين نفهم ايه اللي حصل بالنسبه للحاله الاولى والحاله الثانيه لاولادنا، وازاي تم التعامل مع المرض واتحقنوا بايه بالظبط يا فندم؟ الحقيقه الطفل الاول اللي هو ريان برضه طفل آسر، ويمكن في طفل ثالث دول كان في زي منحه مقدمه من الشركه المنتجه للعقار. ايوه ل 100 طفل على مستوى العالم، بس باشتراطات معينه، يعني لازم الطفل او الاطفال اللي هم تحت السنتين يكونوا مستوفيين الشروط الاكلينيكيه والشروط الجينيه بحيث ان هم يقدروا يدوهم العلاج. والحقيقه رئيسة الوحده عندنا يعني الاستاذه الدكتوره ناجيه كانت مهتمه جدا بالموضوع ده، وفعلا قدمت للشركه المنتجه عدد كبير من الاطفال بحيث انه بيعملوا زي يعني مسابقه مين الطفل اللي يقدر ياخد، وفعلا في ثلاثه كسبوا. كان اول واحد ريان وآسر، وفي طفل ثالث الحقيقه لسه برضه بيتحضر. ده كله تبع اللي هي المنحه اللي هو المفروض يعني هيتم علاج او حقن كم طفل يا فندم ضمن المبادره دي؟ لا ده لسه دول قبل حضرتك المبادره. ايوه طبعاً. لا اللي تم الاتفاق مع الشركه اللي هتوفر الحقن اتفقتوا على كم بعد طفل؟ بعد كده وبعد كده حصل طبعا يعني دي مبادره طبعا من سياده الرئيس. يعني الحقيقه طبعا احنا كلنا يعني كناش متوقعين ان هو بهذا السعر هيخش يبقى فيه توفير للعلاج للاطفال اللي هم فعلا مصابين بالمرض ده. والحقيقه دي طبعا لفته انسانيه، يعني الحقيقه يعني ما حدش حتى في الدول الكبيره جدا الحقيقه الدواء لم يدخل نتيجه سعره العالي جدا، فدي لفته انسانيه الحقيقه. يعني كل الاهالي اللي عندهم اطفال مصابين بالمرض ده طبعا يعني ما كانوش متوقعين ان ده ممكن يحصل. ايوه هيبتدي بعد كده بقى زي ما معالي الوزيره اعلنت انه هيبقى في تحضير للحالات، هيتحينوا في ثلاث مراكز، عين شمس واحد منهم، ومستشفى معهد ناصر، ومستشفى الجلال. ابتداء هيبتدي يتم الحقن يمكن خلال ايام او اسبوع او اسبوعين. بيتم تحضير دلوقتي حوالي 8 حالات، يعني هيتوزعوا حسب جاهزيه المراكز بحيث انه يبتدي الحقن يتم ابتداء. الطفل الاول ريان، هي طبعا اللي تتابعوا عن قرب الدكتوره ناديه، حالته الى حد كبير مستقره. طبعا اهم حاجه انه ما بيحصلش تدهور، وهو دايما في النوع الاول والثاني مهم قوي انه مطمئن ما فيش تدهور، لانه ممكن الطفل بعد فتره يحصل ان هو يتحط على جهاز تنفس صناعي، وللاسف يعني معظم الاطفال دول طبعا ممكن يتوفوا بعد كده. فالحمد لله ما حصلش تدهور، ممكن يحدث تحسن نسبي مع الوقت، وده طبعا هيبان مع المتابعه. الطفل آسر الحمد لله اللي هو اتحقن الامور ماشيه كويس، والحقيقه يعني كان في اهتمام شديد من الجامعه كلها، يعني حضر حتى الاستاذ الدكتور الدين رئيس الجامعه وسياده العميد ورؤساء المستشفيات كلهم، وكان يعني في تحضير يعني الحقيقه لكل
ناس، وقابلنا طبعا والد طفله ووالدته كانوا يعني سعداء جدا ان هو قدر ان هو ياخد العلاج في الوقت المناسب، وهيبتدي بقى تباعا كل الاطفال اللي هم اتحضروا في مبادره سياده الرئيس يخشوا في منظومه الحقن تباعا. هو بيبقى كم حقنه يا فندم؟ الجرعه يعني كم حقنه؟ لا هي حقنه واحده. حقنه واحده. وحضرتك بيحصل انه نتيجه الخلل الجيني يعني بيبقى فيه اصابه جينيه، فبالتالي في بروتين معين ما بيطلعش، اللي بيحصل انه الجين اللي هو فيه عطف ده يتم استبداله بجين اخر متركب على فيروس. فالشركه بتصنع ده، وعشان كده دي تكلفه عاليه قوي، يعني دي تكنولوجيا متقدمه جدا. بيتم تصنيع الجين وبيتحط بيشيلوا الجين بتاع الفيروس وبيحطوا الجين ده مكانه، وبيتم حقن الطفل بالفيروس. الفيروس ده امن، حاجه اسمها ادينو فيروس، ده ملوش يعني اي اعراض جانبيه تذكر. ميزته ان هو بيقدر يدخل الجين ده على الجين البشري، وبيقدر بعد كده الجين الركب يقدر يطلع البروتين اللي هو كان فيه نقص، وبالتالي ممكن انه خلاص يعيش الطفل حياته بصوره طبيعيه، بشرط طبعا ياخد علاج مبكرا. عشان كده احنا دايما بنقول كل ما يبقى فيه تشخيص مبكر بيبقى افضل، ويمكن ده يعني اهتمام سياده الرئيس ومعالي الوزيره بقصه انه يبقى فيه كواشف كمان للناس، ده مهم جدا. المبادره مش بس العلاج لكن التشخيص المبكر عن الحالات المصابه. طيب هنا ارجع للاشتراطات اللي لازم تكون متوفره للحالات اللي هتتلقى العلاج. اولا موضوع السن دكتور هاني، حضرتك بتقولي لازم يكونوا اقل من سنتين. الدواء ده الجيني ده لازم اقل من سنتين. في دوايين تانيين بس بيعملوا تعديل جيني، يعني هم من الجينات زي الدواء ده وبرضك تكلفته بس مش بتغير الجين، بتعدل او بتحاول تصلح لانه خلاص كبر، فبيبقى المساله مش من الاول. طيب في برضو حاجات تانية، يعني ايه حضرتك بتقولي التحضيرات اللي بتتم للاطفال ايه طبيعتها؟ لازم نطمئن ان الطفل يعني بيتم عمل تحاليل معينه لاجسام مناعيه مثلا للفيروس ده، ونتاكد انه ما عندوش الاجسام المناعيه دي عشان نطمئن برضك انه مش هيحصل اي مشاكل مع الحقن. طبعا الحقنه بتيجي يعني بتعد خصيصا لكل طفل، وبتيجي في درجه حراره ناقص 80، وبيتم طبعا تحضيرها بطريقه معينه بحيث انها تنزل بالتدريج. يعني الحقيقه في منظومه متكامله لازم التعامل مع الحقن. الصيدله الكلينيكيه طبعا لازم بيتابعوا كل التفاصيل دي، وبيحضروا الحقنه بطريقه معينه عشان يقدروا يدوها للطفل. بالاضافه ان في تحاليل تباعا بتتعمل للطفل بصوره دوريه بعد الحقن. كل التفاصيل دي يعني الولاد او الاهالي ما بيتكلفوش حاجه فيها، مش كده يا دكتور؟ لا ما دي مبادره طبعا. يعني سياده الرئيس الكام طفل الحقيقه اللي هم خدوا الحقن مجانا من الشركه دول ثلاثه، لانه طبعا الدواء ما دام اتسجل خلاص حتى ما عادش ينفع نحاول نقدم تاني على اساس ان يبقى فيه من الشركه اي منح مجانيه، لكن تباعا كل الاطفال ان شاء الله هيخشوا تبع مبادره سياده الرئيس. هو ما بعد الحقن بقى يا دكتور هاني بيفضل الولاد في المستشفى للمتابعه ولا يعني؟ لا بيفضل فتره بسيطه ايام نطمئن بس ان ما حصلش اي مشاكل من الحقن. وبعدين المتابعه بقى بتبقى في متابعه النشاط الحركي للطفل، هو ده الاساس، لانه يحصل تقدم او يقدر يتحرك يعني لدرجه ان هو يقدر يرفع راسه، يقدر يتقلب، يقدر يعني كل الحاجات اللي هي ليها علاقه بحركه الطفل دي اللي بنقدر نتابعها عشان نطمئن ان هو التطور بتاعه، التنفس طبعا. بالاضافه ان هو طبعا بيحتاجوا كتير منهم علاج طبيعي وعلاج طبيعي بالذات للتنفس. بس قول لي يا دكتور هاني بقى ونقطة وأخيرة، تباعا إن شاء الله هيتم إضافة أعداد تانية من الأطفال ضمن المبادرة، والأكبر سنا كمان، يعني مش بس تحت السنتين. بيتم تحضير فعلا دلوقتي الأطفال اللي هم هيتم حقنهم يعني خلال يمكن أيام، يعني أعتقد مباشرة بعد العيد إن شاء الله. وفي بقى الأطفال الجدد اللي هم تبع هم لغاية دلوقتي مسجل حوالي 240 حالة. هيتشاف بقى مين منهم اللي هو هيستحق الحقن، وتباعا هيبتدي يتم حقنهم. 204 حاله 204 دول المتسجلين. بعد كده طبعا في يعني الوزاره امبارح اعلنت برضك ان هيبقى في عيادات على مستوى الجمهوريه كلها تبع وزاره الصحه، ودي
هيبقى الهدف منها انه نقدر نكتشف النوعيه دي من الامراض. طبعا كل ما يبقى الاكتشاف مبكر بيبقى افضل. طيب ده بالنسبه للعيادات، بس النقطه بقى الخاصه بالثلاث مراكز اللي هم عين شمس ومعهد ناصر والجلاء، برضو اسباب الاختيار او اي مدى مؤهلين، او بنتكلم على طواقم طبيه، بنتكلم على طبيعه العلاج، على الحاجات اللي هي اللوجستيات، يعني ليه الثلاث مراكز دول تحديدا يا دكتور هاني؟ الحقيقه يعني هو بالنسبه لعين شمس طبعا كانت الدكتوره ناجيه فهمي يعني هي من زمان، يعني احنا عندنا مركز للعضلات وبقى 25 سنه، ويمكن هي تم تطوير المركز ده يعني تحت رعايتها، لانها يعني هي كانت واخده الدكتوراه من اليابان ورجعه ومعها المعمل بتاعها، وتم تطوير بمجموعه كبيره ومنظومه متكامله من الاطباء اللي بيساعدوها في تشخيص هذه النوعيه من الامراض وعلاجها. بس للاسف طبعا قعدنا فتره طويله ما كانش فيها علاجات، فابتدى بعد كده لما ظهرت العلاجات دي قدرنا يعني على طول انه تبتدي تقدر يبقى عندها المنظومه شبه يعني او تقريبا متكامله. المراكز الاخرى طبعا بيتم تدريب الاطقم الطبيه فيها عشان تبتدي على طول تبقى جاهزه كمان للحقن، وبيتم التواصل كمان مع الاطباء في الخارج، يعني في دوره بتحصل حتى على طريقه التعامل مع الدواء، مجموعه من الاطباء اللي بيحضروا الدواء وتحت اشراف طبعا الدكتوره ناجيه، تواصلوا مع كذا مره مع طريق زوم ميتنج، بحيث ان هو يتم تدريبهم عشان يعرفوا بالظبط برضك اليه الحقن ومنظومه الحقن بتمشي ازاي. لما اقول لي يا دكتور كطبيب وكنت بتشوف حالات من دي كتير، ولما يقف الطبيب عاجز ومش قادر ان هو يعالج، او حتى الدواء مش قادر ان هو يكتبه ولا يتصرف ولا الاهالي يقدروا ان هم يحصلوا عليه، شعور حضرتك بـ 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 باللي حصل ده، بانه بقى في دواء بيكلف ملايين الدولارات لكن بيدي امل للاهالي، وكمان اكيد احساس مختلف بالنسبه للطبيب. طبعا يعني هي بالنسبه لنا الناحيه الطبيه يعني دي تعتبر شبه معجزه، لان احنا من زمان حتى من ساعه ما دخلنا كليه الطب ما كانش حد يتصور ان في يوم من الايام الامراض الجينيه هيبقى ليها علاج، ان انا اقدر اخش واغير جين واركب جين في عرض الى جين اخر سليم. لكن طبعا من الناحيه الانسانيه انا لما بشوف طفل محكوم عليه بالاعدام وبيموت، يعني الله طبعا يكون في عين اهاليه وربنا يحمي طبعا كل الناس اللي من ان نشوف المنظر ده، طفل بيموت موت بطيء قدام عينهم وبيتحط على جهاز تنفس صناعي وبعد شويه بتحدث الوفاه. طبعا الموضوع بيبقى مؤلم اكتر لما نبقى عارفين ان في علاج بس مش قادرين يجيبه، وده اللي حصل حتى في مبادره رشيد والعيالي، ان هم الناس يعني ابتدوا حتى لما ظهر العلاج، والعلاج مكلف جدا، وحاولوا ان هم يلموا تبرعات والناس تساعد الدواء. والحقيقه يعني عشان كده ما كانش حد متصور او مصدق ان يعني سياده الرئيس يعني هيضمن هذا العلاج، وانا شايف انها في الاساس لفته انسانيه يعني بغض النظر عن التكلفه. لكن صحيح يعني احساس الاهالي دي الواحد الحقيقه كان دايما بيعصره، احساس مؤلم جدا. طبعا طبعا ربنا يحمي الجميع يا رب، ويكتب لكل ولادنا السلامه ويشفي الاولاد المصابين بهذا المرض وكل مريض ان شاء الله. دكتور هاني عارف رئيس قسم المخ والاعصاب بجامعه عين شمس، بشكر حضرتك يا فندم. طيب نروح لمجلس النواب، ويعني تشريعين في منتهى الأهمية أو قانونين في منتهى الأهمية يمكن تم مناقشتهم قبل كده واتخذت الموافقة المبدئية، لكن النهاردة حصلت الموافقة النهائية من خلال الجلسة العامة لمجلس النواب. كان القانون الأول اللي تم الموافقة عليه بخصوص الفصل بغير الطريق التأديبي للموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة، كان زي ما بقول لحضراتكم كان تم الموافقة على المشروع القانون ده قبل كده وتم إحالته مجلس الدولة. النهاردة حصلت الموافقة النهائية على تعديل أحكام هذا القانون، أحكام قانون العقوبات، وتوافق عليه بشكل عام فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة. القانون الثاني بيواجه مشكلة رهيبة، مشكلة سلوكية ومجتمعية، قصة التحرش. والحقيقة اللي يبص لمضمون التعديل اللي تم الموافقة عليه النهاردة، لا
اكتر من رائع، لانه ما سابش تفصيله، ما سابش انه يعني التحرش تجاه مين او ضد مين، صغير كبير رجل امرأة، الوسيلة كمان مش بنتكلم على يعني حاجة فعل، لكن حتى بالقول حتى بالتلميح، كمان الاسلوب مش بس في شارع، لا في مكان عام في مكان مطروق زي ما اتقال كده في القانون، او حتى من خلال اللي هي وسائل التواصل الاجتماعي او الانترنت والكلام ده كله. هقول لحضراتكم مضمون او الصيغة الخاصة بهذا القانون. الأول كان القانون ده تقدم به النائب أشرف رشاد ممثل الأغلبية البرلمانية لحزب مستقبل الوطن. القانون بقى بيقول يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز الأربع سنوات كل من تعرض للغير أي مكان، الغير ده مين، في مكان عام أو خاص أو مطروق، بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة بالقول بالفعل أو بأي وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية الإلكترونية أو أي وسيلة تقنية أخرى. العقوبة اتشددت، كان في عقوبة قبل كده يعني، لكن حصل التجديد علشان تحقق الرضا المطلوب. العقوبة مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات، من 3 كده ل5، بغرامة ما تقلش عن 200,000 جنيه وما تزيدش عن 300,000 جنيه، يبقى الحبس من 3 ل5، الغرامة من 200,000 ل300,000 أو بواحدة من العقوبتين دول. والجميل بقى وكمان العظيم في الموضوع، لو تكرر الفعل، لو عاد هذا الشخص مرة تانية لهذا السلوك، فهيحصل بقى تضاعف، هتتم مضاعفة العقوبة، عقوبة الحبس أو عقوبة الغرامة. وتم الموافقة بشكل نهائي على هذا القانون. إن شاء الله يا رب يحقق رسالته ومضمونه وفلسفة القانون ده، أن يحقق الردع ويحصل بقى انضباط في سلوكياتنا المجتمعية، وما يبقاش فيه يعني أي مبرر أو أي التماس للعذر أو الاعتماد بقى على الثقافة المجتمعية وأن الناس تخاف أو تقلق. لا، إحنا بقينا شايفين الحقيقة خلاص في معرفة بهذا القانون، في لجوء للنيابة العامة، في كمان الجزئية المتعلقة بحفظ أو سرية البيانات، بيانات المبلغ، علشان برضو ما يبقاش في بعض متخوف وأن تكون وصمة وأنه يتقال ده فلانة أو فلان، فالموضوع في السرية تم. فعشان كده حصل الإقبال على الإبلاغ، علشان زي ما بقول لكم دايما يتحقق الردع اللي احنا عايزينه. معانا على التليفون أستاذة لانا أبو زيد، الخبيرة الفنية بالمجلس القومي للمرأة. مساء الخير يا أستاذة لانا، أهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. المجلس القومي للمراه، طبعا هو قصه التحرش زي ما كنت بقول ما بقتش بتسيب حد، امراه بنت صغيره ولد راجل، يعني الحقيقه بقت مشكله كبيره، بس المجلس القومي للمراه ككيان برضو بيشوف الاسره وبيشوف المجتمع. دوركم مع مجلس النواب ورايكم في التعديل اللي تم الموافقه عليه النهارده او امبارح والنهارده. اتفضلي يا استاذه لانا. مساء الخير على حضرتك. مساء النور. يعني اهلا وسهلا. طبعا احنا يعني بنشيد موضوع القانون اللي تم الموافقه عليه. اتحركي بالتليفون شويه بعد اذنك يا استاذه لانا عشان الصوت بس. طب حضرتك كده سامعاني؟ ايوه تمام، اتفضلي. احنا المجلس القومي للمرأة طبعا بيشيد مشروع القانون اللي تم الموافقه عليه بشكل مجلس النواب، هياخد اجراءاته القانونيه حيث تدوره، بيمر بمرحلة معينة يعني على مجلس الدولة للنظر فيه يعني. بنشيد طبعا المشروع القانون المقترح كان من نائب أشرف رشاد، وده يعني جزء من منظومة الدولة يعني بتتجه فيها ان هي توفر الحماية القانونية الشاملة للمرأة والفتاة المصرية من كل جرائم عنف ضد المرأة بما فيهم التحرش الجنسي. وزي ما حضرتك أشرتي، هو مش بيتعرض ليه سيدات فقط وفتيات، لا هو بشكل عام يعني زي هو موضح في نصوص ماده 306 مقرر الف 306 مقرر. الصوت لسه مش واضح يا استاذ لانا، معلش استاذه لانا، معلش الصوت مش واضح. حضرتك سامعاني كده؟ اتفضلي، قربي التليفون او اتحركي بيه معلش. انا هو يعني صوتي كده افتكر ان هو واضح. لا حلو، اتفضلي. تمام. طبعا مشروع القانون الجديد المقترح من مجلس النواب هو يعني بيقدم مجموعه من التعديلات تتعلق بالحد الادنى والحد الاقصى للعقوبه، زي ما حضرتك في قراءتك لنصوص المواد.
الحد الادنى والاقصى للعقوبه والحد الادنى والاقصى للغرامه مع التدرج في العقوبه لو وجدت ظروف مشدده لي. كمان بيقدم حاجه جديده ان هو بينص صراحه كمان ان الاشكال الافعال اللي احنا ممكن نعتبرها ان هي تعرض للغير او تحرش جنسي هو استخدام وسائل الكترونيه او فتنيه، وده هيشمل يعني ده حد ذاته شيء محمود جدا وكويس انه هيشمل كل وسائل التحرش والمضايقات اللي ممكن تتم عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي او الوسائط الالكترونيه بشكل عام. كمان تشديد العقوبه في الجزء الخاص في لو وقع من جانب يعني اشخاص معنيين بملاحظه او تربيه المبني عليها اللي هو اصحاب سلطه حد عنده او اي حد عنده سلطه، اذا كانت سلطه مهنيه او وظيفيه او اسريه او دراسيه. زي ما حضرتك شايفه هو العقوبه تحولت من جنحه لجنايه وبقت يعني مده لا تقل عن 7 سنوات وطبعا او غرامه تتراوح ما بين 300,000 و600,000 جنيه. فده من وجهه نظرك ان شاء الله يا رب ده يحقق الردع المطلوب ويغير الثقافه المجتمعيه اللي البعض بيتهاون بقصه التحرش يعني. طبعا هو هيحقق الردع العام يعني ما دام في تشديد العقوبه، بس ده مش معناه ان احنا في منظومه متكامله الدوله تتجه ليها بتشمل اليات حمايه واليات مؤسسيه، مع وجود لازم يبقى فيه توعيه في الحقوق القانونيه للسيدات والفتيات ان هم يبقوا عارفين ان في اليات الحمايه وفي اليات دوركم بقى يا فندم، وده طبعا دورنا ودور مؤسسات كثيره في الدوله. فهي بتبقى منظومه متكامله عشان نقدر ان احنا يعني يبقى في تنفيذ حقيقي لاي نصوص قانونيه يعني او اي تعديلات بيتم طرحها عشان تقدر ان هي تحقق الهدف المطلوب منها. تمام، شكرا جزيلا استاذه لانا ابو زيد الخبيره الفنيه بالمجلس القومي للمراه. خلصت اخبارنا النهارده، بعد الفاصل فقرتنا الرئيسيه في الحياه اليوم كنا بنتكلم مع حضراتكم امبارح واول الحقيقه على داخلين على العيد وتوفير السلع الغذائيه والمخزون الاستراتيجي من السلع وكمان الاسعار تكون مناسبه والمنافذ، فان شاء الله بعد الفاصل كمان نتكلم اكتر عن الملف ده، وهيكون موجود معانا دكتور ابراهيم العشماوي مساعد اول وزير التموين رئيس جهاز تنميه التجاره الداخليه اللي هيشرفنا النهارده في الحياه اليوم. في القرن الماضي كانت برامجه عن السينما العالميه نبراسا مضيئا للجمهور، خصوصا في وقت لم يكن ظهر فيه الانترنت والبحث على الشبكات العنكبوتية للحصول على المعلومات بضغطة زر. يصطحب الكاميرا ويزور المهرجانات العالمية ويجري مقابلات مع نجوم العالم ويقيم الندوات الثقافية السينمائية ليصبح يوسف شريف رزق الله عراب الفن وموسوعة السينما العالمية التي شكلت وجدان مختلف الأجيال. في القاهرة ولد يوسف شريف رزق الله في 5 سبتمبر 1942 وسط دقات طبول الحرب العالمية الثانية. اعتاد يوسف شريف رزق الله التفوق في دراسته بخلاف إتقانه للعديد من اللغات التي ساهمت في إثراء معلوماته عن السينما العالمية. وبعد تخرجه في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية دخل إلى بوابة ماسبيرو مبنى الإذاعة والتلفزيون للعمل معدا، وظل يتدرج في منصبه حتى أصبح رئيسا للتحرير ورئيسا لجمعية الفيلم ولقناة النيل الدولية وقطاع التعاون الدولي بمدينة الإنتاج الإعلامي وجهاز السينما. ومن أشهر البرامج السينمائية التي قدمها يوسف شريف رزق الله نادي السينما، أوسكار وستار. لعب يوسف شريف رزق الله دور المراسل الذي انطلق بزياراته لعدد من الدول وتغطية المهرجانات العالمية وإجراء لقاءات مع أبرز نجوم العالم،
وفي دورته الأربعين كرم مهرجان القاهرة السينمائية عام 2018 المبدع يوسف شريف رزق الله الذي شغل لسنوات عدة مديرا فنيا للمهرجان. وفي عام 2019 أهدى القاهرة السينمائي دورته 41 ليوسف شريف رزق الله الذي غادر دنيانا في نفس العام يوم 12 من يوليو بعد صراع مع المرض. وأطلق المهرجان اسم رزق الله على أحدث جوائزه التي تحمل اسم جائزة الجمهور، وتذهب للفيلم الذي يستحوذ على إعجاب المشاهدين بعيدا عن لجان التحكيم. بمناسبة عيد الأضحى المبارك، قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بزيادة معدلات طرح اللحوم الطازجة والمجمدة ولحوم الضأن السودانية المبردة بكميات كبيرة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، وذلك بأسعار مخفضة طلب باحتياجات المواطنين. هنوفر 1000 عجل موجودين خلال الموسم هنا. هو السعر في سعرين، سعر السوداني 85 جنيه، سعر البلدي 100 جنيه. بالنسبة لخراف الضأن المبردة 1500 خروف هيتوفر خلال الموسم ده، السعر 95 جنيه للكيلو. بالنسبة للخراف الحية أساسا احنا عاملين 13 شادر بجميع المحافظات التابعة للشركة بالوجه الإبل والقاهرة. لحمة بلدي نمرة واحد زيها زي اللي عند الجزار 150 جنيه. والله أسعاره واللحمة ما شاء الله جميلة، وعند الجزار يكاد يكون شكلها يعني سعرها حلو بره 150 160، لكن هنا جميل السعر. وبشوادر الشركات التابعة لوزارة التموين في مختلف المحافظات تم طرح الخراف الحية للأضاحي بسعر 65 جنيه للكيلو القائم، كما ستقوم الوزارة بعمل حملات رقابية مكثفة حتى تضمن عمل المنافذ التموينية. بيبقى في عندنا في اليوم هنا حوالي 30 خروف مبرد، حوالي 15 عجل، مش في الفرع ده بس، في حوالي 63 فرع منتشرين على محافظات الوجه الإبلي بالكامل، بيخدمهم حوالي 493 ملحق و206 فرع جملة الخدمة دي. بالنسبة للخواف أعماها لازم يكون متوسطة، متبقاش صغيرة ولا طعنة في السن، يكون صحيح، ما يكونش فيه أي مثلا كدمة، يكون فيه أي وعم، يكون فيه أي خراج، يكون وزنه معتدل، ما يكونش بطنه كبير أو كرش كبير، بحيث يبقى الدهن متوزع على الأضحية بطريقة بسيطة وطريقة معتدلة. ومن المقرر أن تعمل المنافذ الخاصة بوزارة التموين في أول وثاني وثالث أيام عيد الأضحى، وتعمل المنافذ المتنقلة في رابع أيام العيد في كافة المحافظات. هبة الحديدي، الحياة اليوم. مرحب بحضراتكم معنا مرة تانية. الحقيقة صحيح أنه دايما مع الأعياد ومع المواسم والمناسبات الخاصة للشعب المصري بيتم دايما الكلام على توفير السلع الأساسية والأسعار، لكن من خلال شغلنا ومتابعتنا بقى ده الحقيقة متابعين أنه ده عنوان مهم للدولة المصرية، أن يفضل طول الوقت المنتجات والسلع الغذائية الأساسية تكون متوفرة والأسعار تكون مناسبة، ويبقى في قدر كبير من التنافسية، وتدخل القطاع الخاص مع التموين مع الشركات فيحصل زيادة في المعروض فيقل السعر. كمان إحياء الصناعات الوطنية والمنتج المحلي وأنه يكون موجود في السوق فيحصل برضو انخفاض في الأسعار وتقل كمان فاتورة الاستيراد. المخزون الاستراتيجي برضو احنا يمكن كنت بقول لحضكم امبارح دايما على مدار سنوات طويلة كنت دايما بقول وبتابع في الأخبار مخزون استراتيجي من شهرين لثلاثة، لا دلوقتي بنتكلم مخزون استراتيجي يوصل لست شهور وأكتر كمان، عشان يحصل استقرار وده أمن قومي للمواطن المصري وتوفير احتياجاته الأساسية. على كل الأحوال الملف ده بكل تفاصيله مع دكتور إبراهيم العشماوي مساعد أول وزير التموين رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية اللي هيكلمنا بالتفصيل عن كل هذه العناوين. مساء الخير يا دكتور إبراهيم، وكل سنة وحضرتك طيب الأول طبعا. مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين، وكل سنة وانتم طيبين جميعا بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك. أهلا وسهلا بحضرتك وانت طيب. أكيد صح الشغل طول السنة، لكن في الأيام دي أكيد الشغل أكتر، وبننفذ بقى ما تم الاتفاق عليه وعلى الأرض قول لنا إيه اللي بيحصل. لا احنا بنشتغل على مدار الساعة وعلى مدار اليوم وعلى مدار السنة يعني. وزارة التموين والتجارة الداخلية هي وزارة اقتصادية
بتهتم بكل ما يتعلق بإمداد السلع بغض النظر عن نوعيات السلع، ولكن بنركز على مجموعة من السلع الأساسية اللي بتهم المواطن والمستفيد من الدعم. تمام. طبعا في رمضان، موسم رمضان وموسم الأعياد، بيبقى فيه ترتيبات خاصة لأن احنا نبدأ في العمل بشكل مختلف. عندنا إن شاء الله هذا العيد 39 شادر على مستوى الجمهورية، دي شوادر حكومية. عندنا أسعار اللحوم بتتفاوت من 65 جنيه للكيلو القايم و65 جنيه للكيلو المجمد، وأنا بتكلم على كيلو اللحوم. بالنسبة للفراخ بنتكلم الكيلو ب37 جنيه. بالنسبة للضاني المبرد بنتكلم على 95 جنيه، بنتكلم على اللحمة الطازجة السوداني 85 جنيه الكيلو. عندنا ما يقرب من 10,000 رأس من الخراف. أول قبل أعداد، مقارنة السعر ده بسعر السوق؟ لا، ده أقل من سعر السوق بنسبة تتراوح من 20% لـ25%. وبالتالي في هذه الأوقات من الأعوام في السنة، خصوصا في العيد وفي رمضان، دايما بيبقى في أوفرز أو باقات من الأسعار أقل من الأسعار في المنافذ الغير حكومية. فالحقيقة ميزة من المميزات العظيمة بالنسبة لوزارة التموين والتجارة الداخلية إن احنا لدينا ما يقرب من 38,000 منفذ على مستوى الجمهورية. دي منافذ ثابتة غير المنافذ المتنقلة غير الشوادر. فطبعا كم الإتاحة من هذه السلع زي ما حضرتك ذكرتي وتفضلتي وقلتي إن كل ما يزيد المعروض كل ما أصبح هناك الأسعار بتنخفض، كل ما شح المعروض الأسعار بترتفع. فإذا الإتاحة مطلوبة، ومش بس كده الإتاحة، إنك تتواجدي في كل مناطق الجمهورية، مش في محافظة واحدة فقط أو 27 محافظة أو ولكن مدن الضواحي ومراكز، لكن لا، المدن والضواحي والمراكز والتوابع ده كله لازم يكون في تواجد من هذه السلع على مستوى الجمهورية. طبعا ما تنسيش كمان ان كل شهر بيبقى في التموين للمستفيدين من الدعم، واحنا بنتحدث عن اعداد كبيرة تصل الى 64 مليون مستفيد من الدعم التمويني في 28 سلعة اساسية، بخلاف 71 مليون مستفيد من الخبز. بتتكلمي على ارقام كبيرة. فسلاسل الامداد والحلقات التداول في هذه السلع بتبقى الحقيقة يعني يجب أن تكون ذات جدوى اقتصادية. فبالتالي أنت أول حاجة بيبقى عندك القطاع الإنتاجي، شركات الإنتاج سواء الحكومية أو من القطاع الخاص، ثم المنتج بيصل في النهاية إلى المخزن، ومن المخزن إلى توزيعه على المنافذ، ومن المنافذ إلى المستهلك. الدورة دي كلها خلي بال حضرتك دورة محتاجة فكر اقتصادي، فانت بتتعاملي في ملف اقتصادي ذو ابعاد اجتماعيه يستفيد منه المستهلك المصري، مش بس المدعوم والمستهلك المصري الغير مستفيد من الدعم. فبيبقى في بعض الفترات زي ما قلت في مناسبات محدده بتتدخل الوزاره بتزود حجم المعروض، بتزود حجم المعروض ليه؟ لسببين، لان حجم الاستهلاك بيزيد في هذه المناسبات. يعني في رمضان عادة احنا بنقول ان حجم الاستهلاك في رمضان بيزيد الضعف، وحجم المشتريات في الشهر العادي في الاكل او في الطعام بيبقى حوالي 50 مليار. في رمضان بيرتفع الى 90 و100 مليار حجم الاستهلاك في السلع الغذائية والمشروبات. فانت بتتكلمي حضرتك على ارقام ضخمة، على محفظة كبيرة من الإنتاج ومن الاستثمار ومن التوزيع ومن المعروض من سلع على مستوى الجمهورية. طيب من باب الفكر الاقتصادي، هنا لما نتكلم على القطاع الخاص وتوسيع مشاركته مع حضراتكم في المبادرات وفي المنافذ وبالمنتجات وقصة الجودة، يمكن حضرتك كنت معايا قبل كده قلت لي لا احنا دلوقتي في اشتراطات للقطاع الخاص اللي يدخل معانا، الجزئية دي بقى ده صحيح. على فكرة الفترة اللي فاتت وأنا بتحدث عن 4-5 سنوات طرأ تغيير كبير على جودة المنتجات الغذائية وغير الغذائية كمان. لو أنا بتكلم على الفرز والتعبئة والتغليف وأسلوب العرض اختلف تماما عن السابق. لو أنا بتحدث عن
قطاع، خلي بال حضرتك قطاع التجارة ده هو أكبر قطاع اقتصادي في الدولة المصرية، بيمثل خمس إنتاجية الاقتصاد. يعني عشان أقولها بالأرقام، 21% من هذا القطاع يساهم في إجمالي الناتج المحلي. يعني 1.3 تريليون جنيه هي مساهمة قطاع التجارة في إجمالي الناتج المحلي المصري. بتكلم على تجارة جملة، تجارة تجزئة، تخزين، لوجستيات، نقل خاص بالتجارة. فهذه المحفظة الاقتصادية مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي يصل إلى 1.3 تريليون، اللي هو يمثل تقريبا 21% من إجمالي الناتج المحلي. نفس النسبة دي كانت موجودة قبل كده ولا قفزت الحقيقة من 16 و17% في السنوات الماضية إلى 21%، وده تاني أكبر قطاع بيشهد معدلات نمو في الاقتصاد المصري. زي ما قلت لحضرتك، يعني هو مثلا كانت مساهمة هذا القطاع 16 و17% من 4 سنوات، النهاردة احنا وصلنا بمساهمة 21% من إجمالي الناتج المحلي. القفزة بقى دي كانت لأسباب إيه؟ ليها أسباب عدة. النهاردة أنت حضرتك معدلات النمو السكان بتزيد، تمام، يعني بنزيد تقريبا 2.5 مليون زبون او مستهلك جديد في السنه. هذه واحده. ازمه كورونا دفعت الناس ان هي تخزن وتستهلك اكثر. دايما الانسان لما بيحس بنوع من المخاطره او نوع من ان هناك تحديات، بيبتدي يدخل على طول على التخزين والاستهلاك الاكثر. الناس كانت قاعده في البيوت working from home، وناس كانت بتتعامل عن بعد، فده خلى الناس ان هي تخزن اكتر وتستهلك اكتر. في سبب اخر، التجاره الالكترونيه شهدت نمو كبير جدا. صحيح. كان بتحدث عن 3.6 مليار دولار اجمالي مشتريات البطاقات الائتمانيه والبطاقات سابقه الدفع. النهارده احنا وصلنا تقريبا لما يتعدى 5 مليار دولار، وانا بتكلم على بطاقات تم استخدامها في سلع بعينها. في بقى، خلي بال حضرتك، انت ممكن تعملي شوبينج اونلاين وتدفعي عند استلام البضاعه، فمش لازم تدفعي اونلاين على شبكه المعلومات. فالنهارده الطفره اللي حصلت سواء في تغير سلوك المستهلك وتغير ثقافه المستهلك في المشتريات والتحديات زي ازمه كورونا، دفعت بهذه الانشطه التجاريه في صناعات بعينها زي صناعه الغذاء انها تشهد معدلات نمو كبير للغايه، بالاضافه الى زياده المشتريات عن طريق الشبكات الالكترونيه. ده كان كله له مردود ايجابي على اجمالي الناتج المحلي. طيب المناطق اللوجستيه، المخازن، اساليب النقل، السلاسل التجاريه برضو، القطاع الخاص، يعني ده برضو انعكاسه بقى على مكونات منظومه التجاره في مصر. وخلينا نشرح، بس دي حصل فيها شغل برضو كتير جدا، وانا هقول بالارقام ايه المجهود اللي تم تنفيذه. الحقيقه كانت توجيهات فخامه الرئيس ان احنا نرفع من كفاءه منظومه التجاره في مصر. البنيه التحتيه بتاعه التجاره الداخليه ما كانتش موجوده. ايه البنيه التحتيه للتجاره الداخليه؟ واحد، مصانع غذاء وغير ومنتجات غير غذائيه. 2، مخازن لتخزين هذه السلع. تمام. مناطق لوجستيه، وانا هتحدث اقول ايه مناطق لوجستيه. شبكات التوزيع، ده كله ما كان ان يتاتى الا لو عندك شبكات طرق عظيمه جدا. تمام. لان المناطق اللوجستيه والمخازن بتبقى خارج المدن، فلازم الاكسسبيليتي او الولوج الى هذه المراكز اللوجستيه والمخازن لازم يكون في سيوله في النقل لهذه السلع. طيب ايه اللي بيحصل؟ بيحصل ان هناك مدخلات انتاج بيتم تصنيع هذه المدخلات، هيطلع عندك منتج شبه نهائي. طيب بيروح للمنطقه اللوجستيه عشان يعاد بعض العمليات التصنيعيه، يعني مثلا فرز، تعبئه، تغليف. يبقى الفرز والتعبئه والتغليف والاضافات والصناعات التحويليه للمنتج النهائي بتتم فين؟ في المنطقه اللوجستيه. طيب بيطلع بقى المنتج من المنطقه اللوجستيه على المخزن، بيبقى منتج نهائي بيتم تخزينه في المخزن، ومن المخزن بيتم توزيعه الى المتاجر والمنافس. خدتي بال حضرتك؟ دي كلها اسمها ايه؟ سلاسل امداد. سلاسل القيمه هي لما يكون هناك
اقتصاديات في تداول هذه السلع، ما يبقاش عندك هالك ولا فاقد ولا عندك نوع من مصريف النولون والنقل تبقى عالية. فدي بنسميها سلاسل القيمة. يبقى سلاسل القيمة لما تخفضي قيمة إنتاج المنتج ويبقى هوامش الربح معقولة جدا ويصل المنتج إلى يد المستهلك في شكله النهائي بجودة عالية جدا وبسعر تنافسي وعندك انتشار للمعروض من هذه السلع. عشان كده المناطق اللوجستية ما تبقاش في محافظة واحدة، ولا المخزن بيبقى في محافظة واحدة، المناطق اللوجستية والمخازن بتنتشر على مستوى الجمهورية على مستوى 27 محافظة. طيب خلينا بعد الفاصل بقى نفند المفردات دي، البنية الأساسية للتجارة الداخلية وإيه اللي حصل فيها من تطور، سواء المصانع الغذائية سواء المخازن، المناطق اللوجستية، كنا فين وبقينا فين، زودنا عملنا، فإزاي ده انعكس على حجم التجارة الداخلية وإسهامها في الناتج المحلي، ومردود ده بالتأكيد على المواطن المصري. بعد الفاصل مع دكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية. برحب بحضراتكم معنا مرة تانية، بجد ترحيبي بدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية. وكان بيكلمنا قبل الفاصل حقيقة في ضوء طبعا الاستعداد لعيد الأضحى، بس كانت فرصة وإحنا بنقول إن توفير السلع الغذائية الأساسية وبأسعار مناسبة، وده يكون طول السنة، ودور جهاز تنمية التجارة الداخلية ونصيبها كمان من الناتج المحلي. فكان بيشرح لنا دكتور إبراهيم المفردات المتعلقة بالبنية الأساسية للتجارة الداخلية، وإزاي زاد نصيبها وإسهامها في الناتج المحلي من 16% ل 21%. فكان سؤالي قبل الفاصل بعد ما شرح بقى مسألة المصانع والمخازن والمناطق اللوجستية وشبكات التوزيع، سؤالي بقى إيه اللي تم في المفردات دي علشان تحصل هذه الزيادة؟ طبيعة الخطة اللي اتحطت علشان كل عنصر من ده يبقى ليه دوره ويحصل التوسع. بشكرك على السؤال ده استاذه لبنى. الحقيقه فعلا هناك خريطه استثماريه على مستوى الجمهوريه بحيث كل محافظه نصيبها ايه من مخازن، من مناطق لوجستيه، من سلاسل تجاريه، من اسواق جمله، حتى المنافذ الصغيره. فاتعملت دراسه طبقا لخصائص كل محافظه، القوى الشرائيه بتاعتها، متوسط الدخل، متوسط الانفاق، فخدنا كل المعايير الاقتصاديه عشان اعرف احتياجات كل محافظه، وبضع في اعتباري الكثافه السكانيه، المحافظه دي فيها كثافات سكانيه عاليه، طيب المفروض كل مواطن له مساحه قد ايه متر مربع في التسوق، له مساحه قد ايه لوجستي، له مساحه قد ايه في المخازن وهكذا. فاحنا المفروض يكون عندنا من النهارده ل 2030 54 منطقة لوجستية و 12 ل 14 سوق جملة و 10 أسواق متخصصة. أسواق متخصصة يعني أسواق لمواد البناء، أسواق زي مثلا أسواق فخامة الرئيس إدى تعليمات، كنا بنعمل سوق متخصص للمنتجات الذهبية، فهيبقى مدينة للذهب. فدي اسمها أسواق متخصصة. عشان بس ما يكونش لدى الناس مفهوم أن وزارة التموين والتجارة الداخلية بتشتغل فقط في السلع الغذائية، لا، بتشتغل في كل الأنشطة التجارية. فبالتالي قدرنا نعرف احتياجات كل محافظة والاحتياجات الكلية للدولة المصرية من الأنماط التجارية المختلفة، سواء مخازن، مناطق لوجستية، أسواق جملة، سلاسل تجارية، أسواق متخصصة ومنافس. النهاردة وإحنا بنتحدث عندنا قيد الإنشاء، وانت بتتكلمي على مشروعات كبيرة بمليارات، يعني إن شاء الله في شهر 10 قد يكون هناك افتتاح لأكبر منطقة تجارية لوجستية في الغربية على مساحة 82 فدان باستثمارات تصل إلى 7 مليار جنيه، بتوفر 40 ألف فرصة عمل لمواطني المحافظة والمحافظات المحيطة. فيها 18 نوع من الأنشطة الاقتصادية، ما بين فنادق، مراكز تجارية، أسواق، مباني إدارية، انترتينمنت باركس، سينمات ومدينة ملاهي، شورومز، أماكن لعرض السلع والسيارات وخلافه. فأنا بتحدث على
أنشطة تجارية متنوعة ومتعددة في المحافظات. هو كان إيه اللي بيحصل أستاذة لبنى؟ الناس بتيجي من المحافظات على القاهرة أو على اسكندرية. ليه؟ عشان عندهم الهايبرز وعندهم السلاسل التجارية وعندهم المناطق الترفيهية وعندهم الفنادق وعندهم المنتجعات وعندهم المباني الإدارية. لو أنا بنمط هذه الأنماط وضعها في كل محافظة فهترتقي بثقافة المجتمع في هذه المحافظة. الارتقاء في التسوق، في الاستهلاك، في التجربة التسويقية من قبل المستهلك، فبالتالي بتزود الوعي والثقافة وبالتالي بيتحصل على سلع بأسعار أقل، لأن كل المجهود اللي بيحصل ده ليه؟ عشان المواطن يستفيد بسلعة جيدة في مكانه وبأسعار تنافسية، بدل ما ينزل من الغربية ولا ينزل من المنوفية. فالنهاردة وإحنا بنتحدث عندنا هذا العدد، وإحنا كده يبقى عندنا كم منطقة لوجستية اتعملوا؟ إحنا لا مش اتعملوا، في طور التنفيذ، لأن زي ما قلت لحضرتك مليارات، وعادة المنطقة اللوجستية أو المخزن الاستراتيجي بياخد من 3 لـ4 سنوات. إحنا تقريبا بتبتدي بحاجة وتكبر وتزود. بالظبط، إحنا خلصنا تقريبا نصف هذه المشروعات. يعني نسب التنفيذ لهذه المشروعات وصلت ل 60 و70%. في حاجات هنفتتحها السنه دي، في حاجات السنه القادمه، في السنه التي تليها، وهكذا. فانت دول عددهم كام برضو؟ احنا كلهم بنتكلم تقريبا في 18 مشروع في 11 محافظه، وباقي المحافظات تباعا. يعني انا لسه كنت في بورسعيد وبعد كده في جنوب سيناء، ونازلين على محافظات اخرى في الصعيد. الصعيد له نصيب كبير. عندنا في الاقصر وعندنا في الفيوم وعندنا في بني سويف، دي كلها مناطق لوجستيه وتجاريه. بس خلينا نفرق زي ما قلنا ما بين مخازن، واحنا عندنا مشروع عملاق للمخازن الاستراتيجيه لزياده المخزون السلعي للدوله المصريه. هنا المخزون الاستراتيجي بقى بالظبط، وانا بتكلم على مخازن عملاقه من اول 10 فدان، دي بنسميها مخازن صغيره، وبعد كده 50 فدان مخازن متوسطه، و100 فدان. التكلفة الاستثمارية لهذه المخازن الاستراتيجية تصل إلى 30 مليار جنيه. ده بيتم تنفيذه مع القطاع الخاص، المناطق التجارية مع القطاع الخاص، المناطق اللوجستية بالتنسيق مع القطاع الخاص. احنا بنطرح عليهم هذه الفرص بنظام حق الانتفاع أو long term lease، وبناخد منهم جعل سنوي، وهو بيضخ استثماراته، وsometimes على حسب نوعية المشروع ممكن أخد منه جزء من الإيراد. طب واحنا ده برضو من اسباب زياده الفتره الزمنيه للمخزون الاستراتيجي، يعني ازاي قدرنا ان احنا من 3 شهور نوصل لـ6 واكتر كمان؟ طيب ده سؤال حلو جدا. ان زمان كان عندنا حاجه اسمها الشون بنخزن فيها الاقماح والحبوب، دلوقتي عندنا صوامع. تمام. النهارده عندنا ما يقرب من 74 صومعه، وزادت الساعات التخزينيه من 1.2 مليون طن لـ3.6 مليون طن. يعني ايه؟ حضرتك كنت بتستوردي الاقماح، بنستورد حوالي 7 مليون طن من الاقماح. طب انت لو استوردتيها طافين، هتضعي هذا المخزون فين؟ فلازم يكون عندك سايلز او الصوامع عشان تقدر تستوعب هذه الكميه. كان في حاجات بقى فيها فاقد وهلك وبتبوظ، كان عندنا الهالك والفاقد بيصل الى 15%. النهارده دي مليارات طبعا. النهارده الفاقد لا يتعدى 3 و4%، وانت في النورمز العالميه بتاعت كده. انت الصوامع عملت تكنولوجيا حديثه او بشغل الجيل الثالث من الصوامع، والحقيقه كان الجانب الاماراتي بسبب يعني تدخل القياده السياسيه. عندنا الجيل الثالث من هذه الصوامع، بنشتغل دلوقتي على حاجه اسمها صوامع حقليه فيل سايلز، عشان تبقى صوامع ما بين مناطق الانتاج والصوامع الكبيره. الصوامع الكبيره دي بتبقى خلايا من 60,000 طن الى 90,000 طن اجمالي الخلايا. المشروعات دي بتتكلف مئات الملايين يا استاذه لبنى. فانت شفتي ضخيتي استثمارات حجمها قد ايه عشان تخزني سلعه واحده اسمها القمح، ما بالك بقى بقيه السلع، الزيوت واللحوم والدواجن والشاي والرز والمكرونه والسكر. يبقى اذا المخازن الاستراتيجيه ديت عشان تخزني فيها منتج نهائي، ترفعي كفاءه التخزين وترفعي ساعات التخزينيه لهذه السلع، ونصل الى 8 شهور، ونبقى كده من اكبر. ليه؟ يقولك احنا لما نوصل ده سؤال عظيم جدا. ليه؟ انك انت تامني، انت عارفه مثلا في كورونا ايه اللي حصل؟ مواني قفلت، فسلاسل الامداد توقفت، ودول كانت خناقات في السوبر ماركت. وشاهدتي حضرتك في بريطانيا وفي امريكا يعني كان هناك نقص في السلع وتحركات سعريه. هل ده حصل في مصر؟ لا. لم يحدث. السلع موجوده في كل القرى والنجوع،
ولم يتأثر السوق المصري سواء في نقص سلعي أو في تحركات سعرية. كنت بتطلعوا تقولوا لنا ما تخزنوش كله بالزبط. موجود. لأن موجود. هو إيه اللي بيحصل؟ لما تلاقي المواطن بيخش على السوبر ماركت أو على البقالة ويلاقي من الصنف ده ثلاث وحدات، هيروح عامل إيه؟ هياخد ثلاث وحدات. إنما لو لقى 50 وحدة خلاص هيطمن. هياخد وحدة واحدة بس. أيوه أيوه. فكان لازم طمأنة المواطن إن إحنا نعظم المعروض من سلع. تعظيم المعروض من سلع ده لن يتأتى إلا لما يكون عندك تكوين احتياطي استراتيجي آمن. تمام. يعني الكورونا كانت أكبر دليل على نجاح الحكومة المصرية في توفير كافة أنواع السلع على مستوى الجمهورية دون أي تحركات. كنت بتقول لي عبارة جملة مهمة قوي، قلت لي بكده هنكون أول دولة على مستوى هنكون العالم، أكبر دولة على مستوى دولة العالم مستوى لديها مخزون احتياطي استراتيجي. زي ما البنك المركزي عنده احتياطي نقدي يقدر يناور بيه في أوقات معينة، والنهاردة يعني الاحتياطي النقدي تعدى 40 مليار دولار، احنا النهاردة كمان عندنا تخزين لسلع أساسية يفي باحتياجات البلاد لمدة 6 شهور. طيب نقطة تانية برضو مهمة جدا، وبتكلم على السوق المنتج المحلي، وان انا اقلل من استيرادنا واعظم من المنتج المحلي واشجع المصنع كمان. خبر كنت بتابعه امبارح، الرئيسة فتحي السيسي بيتكلم على الصناعات الوطنية صحيح. وضربنا مثال بشركة قهوة ادفينا، وجيلنا ده اللي هو فاكر يعني مربى وعصاير ومنتجات كانت في منتهى الروعة الحقيقة وجودة، وبعدين اختفت او ما اصبحتش بالجودة المتعارف عليها ومش معلن عنها، ما نعرفش عنها حاجه. هو فعلا ده كان توجيه بالامس، كان هناك فخامه الرئيس التقى دوله رئيس الوزراء ومعالي وزير التموين والتجاره ووزير الزراعه عشان واحد الزيوت. احنا بنستورد 97% من استهلاكنا من الزيوت، احنا بنستهلك تقريبا شهريا 120,000 طن. البذور بتاعه الزيوت ديت كلها جايه من بره، واللي هو ليه استزراع الزيوت بقى ديت في الدولة المصرية ونقل الخبرات الأجنبية من هؤلاء المنتجين، بحيث يبقى عندك محاصيل زيتية محاصيل زيتية في البذور بتاعتها. حاول نتكلم على بذور النخيل بالضبط، وبالأخص زيوت النخيل، لأنك أنت أكبر عندنا دولة مستزرعة ومنتجة للنخيل للتمور والنخيل على مستوى العالم، بس دي مش أكبر دولة مصدرة. واحنا بنصنع الأول، لما هنصدر لسه يبقى مهم جدا نصنع الأول هذه الصناعة اللي هي صناعة الزيوت، وهرجع لحضرتك لقهوة ادفينا. فبالتالي طالما أنا بستورد 97% من استهلاكي في الزيوت، وخلي بالك الأسعار عالميا ابتدت ترتفع، يعني خام الزيت تضاعف، بس احنا بنتكلم على البذور ننتجها ونزودها بالزبط. ونصدرها زي ما هي لا، ولا نصنعها؟ لا لا، هيحصل عليها بروسيسنج. يعني ايه بروسيسنج؟ عمليه تحويل. انك انت التوجيهات النهارده ما تصدريش رو ماتيريال، النهارده الحقيقه مواد خام لا تصدر، لازم يحصل عليها صناعات تحويليه عشان يبقى عندك منتج نهائي تقدري انك انت تصدري. فكره احلال الواردات او الامبورت سبستيوشن عشان ما تستهلكيش العمله بتاعتك اصبح امر اساسي في منظومة الدولة المصرية. فعشان كده الاجتماع بتاع الأمس كان بخصوص صناعة الزيوت وزيوت النخيل، وازاي ان احنا نعظمها، وازاي نعمل منها صناعات تحويلية، وازاي ناخد الخبرات من الخارج. بالنسبة لقهوة ادفينا زي ما حضرتك ذكرتي، معرفش حضرتك يعني كويس انك بتاعي لا لا فاكرين هذا الموضوع، كان أفضل صلصة بتاع الطماطم وأفضل مربى وافضل عصائر هي بتاعت قهوه ادفينا. مش كده بس، حتى الخضروات المجمده كانت قهوه ادفينا. النهارده توجيه باعاده قهوه ادفينا الى التصنيع والتصدير، والحقيقه في كم استثمارات ان شاء الله هنعلن عنها قريبا بالتعاون مع القطاع الخاص لرفع كفاءه قهوه ادفينا عشان تقدر ان هي تصنع منتج قابل للتصدير. الدول العربية كانت بتاخد مصنوعات قهوة ادفينا بتلاقيها عشان في الكويت وفي السعودية وفي الخليج اتلارج، كان دايما بتلاقي المنتجات ديت حاضرة. المنتجات ديت النهاردة اندثرت في وسط منافسة كبيرة، فيجب أن تنهض هذه الصناعة مرة أخرى وتحتل الصدارة في التصنيع وفي الجودة وفي التصدير. هي قطاع أعمال عام ولا صناعات وطنية ولا تابعة للتمويل؟ يعني موقفها هي إيه؟ الشركة القابضة هي تحت مظلة الشركة القابضة للصناعات الغذائية اللي هي الذراع الإنتاجي لوزارة التموين والتجارة الداخلية. كويس. شركة 203، شركة قطاع أعمال، كانت جزء من وزارة قطاع الأعمال العام ثم أخذت إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية تكون تمثل الزراع الإنتاجي
فيها كم شركة ومصنع؟ عندنا ما يقرب من 38 شركة تابعة للشركة القابضة للصناعة الغذائية. دول شغالين بقى ولا طبعاً ولا زيهم زي السكر والزيوت والمضارب والمطاحن وقهى وإدفينة؟ عندنا استخدامات الكحول في زي قهى وإدفينة. شركات إيه أو مصانع إيه برضو محتاجين الزقة لا دي؟ احنا النهارده بنرفع كفاءة كل هذه الشركات. تمام. يعني شركة السكر المصرية ديت من أقدم الشركات من سنة 1800 وشوية، دي شركات عملاقة. 7 مصانع للسكر. تمام. احنا ان شاء الله على نهاية السنة دي هيكون عندنا اكتفاء ذاتي من السكر. احنا كان عندنا اكتفاء يصل الى 85%، احنا هنصل ان شاء الله بنهاية السنة الى 100%. الدقايق الباقية يا دكتور ابراهيم بقى اللي جاي، الاخبار الحلوة بقى يعني، لا اتفاقيات، اخبار ايجابية، افتتاحات هتتم زي ما ذكرت لحضرتك على مدار هذه السنة او هذا العام والسنوات هيكون هناك افتتاحات للمناطق التجارية اللوجستية في محافظات خارج القاهرة. انا بركز على نخلخل الكتلة التجارية الى خارج العاصمة. وعدالة طبعا عشان يكون كمان ان الناس بتتمتع بنفس الجودة للمنتج ونفس الجودة من السلعة والسعر. تمام. بالنسبة للتوأمات، احنا الحقيقة في توأمة مع الجانب الفرنسي لانشاء اول سوق نموذج يحتذى به في اسواق الجملة بتكلفة استثمارية تصل الى 100 مليون دولار. تمام. عندنا اتفاقات مع الجانب اليوناني، عندنا مع الجانب الاماراتي، عندنا كمان توأمة في البورصة المصرية للسلع مع بيلاروسيا. فعندنا الحقيقة يعني زخم كبير في التوأمة أو التفاهمات المشتركة مع دول لها باع. ليه مثلا رحنا بيلاروسيا؟ عندها 5 منصات إلكترونية لتداول السلع بقى لها 15 سنة، من أفضل البورصات السلعية، وبتكلم على أسواق حاضرة، يعني المنتج موجود في المخزن. يعني إن شاء الله نعمل حلقة على البورصة السلعية. اللي جاي بقى حضرتك بتقول لي في عناوين سريعة، اللقاء اللي جاي إن شاء الله ندخل في التفاصيل كلها. إن شاء الله أقول لحضرتك يعني اخبار ساره، ويكون معانا الكاميرا واحنا في الافتتاحات لهذه المواقع. خلاص باذنك يا رب. باذن الله. كل سنه وحضرتك طيب مره ثانيه، وربنا يوفقكم دايما، ونشوف بنشوف المجهود والنتيجه على الارض، وده طبعا شيء بيطمنا، احداث التوازن والسوق والتوافر كل السلع الاساسيه وبكل المفردات حضرتك شرحتها لنا. شكرا جزيلا دكتور ابراهيم عشماوي، مساعد اول وزير التموين، رئيس جهاز تنميه التجاره الداخليه. وبشكر حضراتكم على المتابعه، ونشوفكم بكره ان شاء الله على كل خير.